هو الاستاذ خالد عنده تعقيب وبعد كده هنروح لل انت تخرق الحاجات الخاصة بالقوانين اللي احنا تعلمناها في هذا البرنامج. حاضر بس معلش اوكي لانه اللي قاله الاستاذ عماد الحقيقة انا قلته في كل جولاتي، احنا شغالين الحوار الوطني نافذة مهمة جدا، ولما يبقى المنسق العام نقيب الصحفيين الحالي نوجه له التحية طبعا، واللي جهده في يعني الفترة السابقة في موقع نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان. فده تقدير، أنا رأيي إن ده تقدير كمان لنقابة الصحفيين ولدورها، وإن يبقى الأستاذ عماد وعدد كبير من زمايلنا كمان في مجلس الأمناء فده تقدير إضافي لهذه صحيح. المهنة. إحنا قلنا إن إحنا بنشتغل في الملف ده تحديدا على ثلاث حاجات. إحنا في جهد كبير اتعمل طول الفترة اللي فاتت، الأستاذ ضياء رشوان بذله، أنا اشتغلت طول 12 سنة في الملف ده علشان نوصل إن إحنا عندنا 2 صحفيين محكوم عليهم أحكام نهائية في قضايا جنائية و10 صحفيين محبوسين احتياطي. الجهد ده مكملينه من خلال النقابة ومكملينه من خلال الحوار الوطني علشان نقفل هذا الملف. عندنا في النقابة مطالب أساسية تتعلق بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، منها مادة التصوير اللي اتكلم عنها الأستاذ مادة 12، لأنه إحنا عايزين نرجع للصياغة اللي كانت متقدمة أصلاً من النقابة في 2018 لما صدر هذا القانون، إنه التصوير يبقى مباح في أي مكان باستثناء الأماكن اللي بحكم قوانينها هي أماكن سرية لا يجوز التصوير فيها إلا بتصريح، لكن في بقية الأماكن أنا عايز أرجع للنص المقدم من النقابة. أنا دلوقتي الحمد لله ربنا أكرمنا وانتهينا من جائحة الإرهاب، والبلد قوية والبلد مستقرة، والصحفيين كلهم ناس وطنيين وبيأدوا مهنة مهمة جدا لخدمة بلدهم، فبالتالي من الأولى ان احنا نسهل شغلهم في الشارع. انا آسف استاذ خالد على المقاطعة، بس هو استكمالا يعني لحديث حضرتك، وانا عارف ان حضرتك التقيت الزملاء في شعبة المصورين الصحفيين صحيح، وبالأمس كان ليا لقاء برضو مع الزملاء في مجلس الشعبة. يعني تفصيلة بسيطة جدا، ان الزملاء المصور الزميل المصور الصحفي وهو معاه الاداة اللي بيشتغل بيها اللي هي يعني بالبلد كده عدة الشغل الكاميرا اللي بيصور بيها، ممكن مش ممكن ما بيركبش احد خطوط مترو الانفاق الخط الثالث علشان محطوط ان هو ممنوع التصوير. ممنوع التصوير وهو مش هيصور، هو دي مروح ده مروح بيته او رايح مكان التصوير او رايح يؤدي شغله صحيح. فلا ممنوع، في حين ان انت هو اللي هيصور ما هو معاه الموبايل بتاعه اصلا، بس دول يعني كان من ضمن المطالب صحيح. غير مطالب اخرى ايضا يعني. لا ما احنا اتكلمنا كمان لما التقيت بيهم ان احنا مش بس بنتكلم في ان احنا نعدل القانون، احنا كمان بنتواصل مع وزاره الداخليه ومع الاجهزه المعنيه علشان انا احاول بقدر الامكان نسهل شغله في الشارع. تعديل القانون انا ممكن اقعد في مفاوضات 10 شهور، وتعديل اي قانون في النهايه بيعتمد على قدرتك على ان تتفاوض، واحنا بنتكلم من دلوقتي مع الحكومه مع البرلمان في المساله دي، والحوار الوطني قطعا هيبقى مساند لينا في هذه المساله، لكن كمان انا عايز حتى ننتهي من هذه الاجراءات يبقى في تيسير حقيقي في الشارع وتفهم لطبيعه عمل الصحفي. وانا اعتقد انه في وزاره الداخليه في استجابه، وان شاء الله باذن الله هيحصل ده في الايام القليله القادمه. المساله الثالثه قانون حريه تداول المعلومات، وزي ما قال كمان الاستاذ عماد احنا ده مش قانون لوحدنا، في جهات كثيره لها علاقه بهذا القانون صحيح. وانا اعتقد ان احنا كمان ده مطلب اساسي لينا من خلال الحوار الوطني. انا قانون تنظيم الصحافه بيقول من حق الصحفي ان يحصل على المعلومات، لكن الاليات التي مش موجوده تحقق هذا والعقوبات في حاله منع او حجب معلومات هي متاحه بطبيعتها، كل ده هيبقى في قانون حريه تداول المعلومات. فبالتالي قانون حريه تداول المعلومات كمان بالنسبه لنا اولويه في الفتره الجايه. اللي انا عايز اقوله بقى بمناسبه ان احنا شكرنا وترحمنا على الاستاذ ابراهيم نافع، انا اول حاجه اشتغلتها في النقابه كانت ازمه القانون 93 سنه 95، انا كنت بغطي الازمه لجورنال الاخبار وكنت لسه في بدايه حياتي الصحفيه، وتعلمت قد ايه بقى مهم ان جوه النقابه يبقى فيه كل الافكار وكل التيارات رغم اختلافها الشديد موجوده. ده جزء من مزايا نقابه الصحفيين بالظبط، لكن الاهم كمان انه كان في نقيب راجل دوله عنده قنوات تفاوض قويه ومفتوحه قدر يستخدمها علشان يحقق مطالب الجماعه الصحفيه، عشان نحقق اكبر نصر يا استاذ عماد في تاريخ هذه النقابه من لحظة إنشائها سنة 41.